حفظكم وأشكر سعة صدوركم واستماعكم، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد على هذه المحاضرة الماتعة حول مصاحف القراءات المخطوطة وأهميتها في الدراسات القرآنية. حقيقة رحلة ماتعة حول العلامات المستخدمة في ضبط هذه المصاحف، من الحمرة، من الخضرة والألوان الأخرى، اللازورد والصفرة أيضا. وكما نلاحظ يعني بعض المصاحف تختلف في استخدامات هذه العلامات، يعني من حيث بيان القراءات المشتهرة أو الشاذة، أو حتى اختلاف اللون، أظن الأصفر أحيانا يستخدم لبيان الهمزات في بعض المصاحف كما أي طلعت. نعم. دكتور، لو نبدأ بفقرة إن شاء الله الأسئلة الآن. المصاحف الجامعة للقراءات التي ذكرتموها الآن، التي في هوامشها ذكر للقراءات المختلفة، هذه تواريخها، لو نتحدث عن تواريخها، من أي قرن تبدأ بحسب هو اطلاعك؟ يعني من خلال الاطلاع، طبعا أنا يعني كان في بالي أنه أطلق دعوة علمية، دعوة لفهرست مصاحف القراءات، فهرست مصاحف القراءات. طبعا هذا يعني العمل ليس بالسهل، بجهود فردية، باحث في الدكتوراه، ب يعني وسائل بدائية، ب يعني سمي ما شئت. يصعب أن يحيط بهذه يعني بتواريخ أو بما يعني نسخ من المصاحف عبر التاريخ، لكن يعني هي عبارة عن محاولات. وحقيقة الآن بدأت الإنترنت بفضل الله عز وجل، هو طبعا هذا من أسباب حفظ القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه وهيأ صور لبقايا من مصاحف مخطوطة. التواريخ طبعا التي وجدتها يعني تعود إلى طبعا بقاء القرن الثالث الهجري، يعني 200 وكذا هجرية. الإمام الداني أشار إشارات، ووجدت بفضل الله عز وجل بقايا لمصاحف مخطوطة تعود للقرن الثالث الهجري. هذه متعلقة مرتبطة بمسألة يعني مرحلة القراءات القرآنية ومرحلة يعني تطور القراءات الصحيحة والشاذة. كما تعلمون سيدي حفظكم الله أن القراءات الصحيحة يعني الإمام ابن المجاهد البغدادي رحمه الله تعالى، أنا كتبت في رسالة الماجستير عن كتاب الشواذ في القراءات لأبي بكر المجاهد البغدادي، كتاب السبعة في القراءات الذي ابن المجاهد البغدادي هو الذي سبع السبعة، قال القراءات الصحيحة سبعة وما عداها شاذ. فألف كتابه السبعة، وكان له سبحان الله الأثر. جاء الإمام الداني رحمه الله تعالى وكتب كتابه التيسير في القراءات السبع. ابن مجاهد البغدادي هو الذي اختار القراء السبعة. جاء الإمام الداني اختار رواة القراء السبعة. جاء الإمام الشاطبي ونظم كتاب التيسير. مصاحف القراءات واكبت هذا التطور لهذا المفهوم. كانت ظواهر لوجود القراءات الشاذة في المصاحف من خلال استعمال بعض الألوان، وذكر الإمام الداني هذه المواكبة. جاء الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وقال القراءات الصحيحة عشرة وليست سبعة. ابن مجاهد البغدادي رحمه الله تعالى هو معذور، ما وصلته عن شيوخه، أنا وصلتني عن شيوخي. وذكر القراء وتواتر القراء وطبقات الأئمة والقراء الذين يعني قرأوا بهذه القراءات الثلاثة المتممة العشرة. ترجم نساخ المصاحف، وبدت هذه يعني هذا المصطلح وتطور هذا المفهوم عبر العصور في مصاحف القراءات. يعني يحتاج إلى جهود كبيرة، يحتاج إلى أن تتكاثف الجهود، يحتاج إلى أنه إعادة، ماذا قلت، أنا أوصي بإعادة فهرسة المصاحف المخطوطة حتى ننظر يعني إلى النقطة الأولى. ولو هو الإمام الداني رحمه الله تعالى أشار إلى هذه الظواهر، يعني المصاحف الآن المتاحة، صور المصاحف، بقايا تلك المصاحف تعود إلى القرن الثالث الهجري. نعم، الله شكرا. أعلم. لا، هناك أيضا مسألة مهمة تتعلق بضبط هذه المصاحف، يعني المصاحف التي تبدأ من القرن الثالث الهجري كما تفضلتم، هذه تحتاج الباحث أن يقرأ المصحف من أوله إلى ربما إلى آخره، أو يقرأ الكلمات المضبوطة ويتعرف على القراءة التي ضبطت عليها. وأحيانا ربما تظهر له أكثر، يعني بعض المصاحف اللي درستها دكتور غانم الحمد
يعني التي حتى بعد عصر ابن مجاهد بقليل لم يجدها مضبوطة على قراءة من القراء بعينهم، يعني تكون مضبوطة على 100%، وإن كان صدقت صدقت من بعض صدقت مضبوط القراءات. صحيح وهذا الشيء صحيح أيضا دكتور أحمد، لو نرجع للمصاحف القرن الأول طبعا يصعب ضبطها، لكن من خلال شكل الكلمة، الهيكل الكلمة، نجد مصاحف القرن الأول تقترب كثير منها من قراءة ابن عامر، يعني هذا تقترب من قراءة ابن عامر يعني نجدها. لكن كما ذكرتم المصاحف الأخرى نجد أنه هذا يعني خارطة القراءات تتغير، القراءات التي تنتشر، ويعني كل يعني ذكرتم قراءة أبو عمرو البصري أنها منتشرة نعم، في المصاحف المتأخرة. هو من حيث صحيح يعني الضبط يعني. لو أذنت لي، أنه هو من حيث طبعا يعني مصاحف القراءات هي عبارة عن جهود شخصية تترجم ثقافة الناسخ، هذا باختصار شديد. أما يعني من خلال الرجوع إلى النصوص نرى أن قراءة الإمام أبي عمرو البصري كان لها تفضيل عند العلماء رحمه الله تعالى، حتى الإمام ابن الجزري ذكر ذلك. إلى عصور متأخرة كانت هي المنتشرة، وطبعا حتى بعد عصر ابن الجزري صورة المصحف الذي ذكرته الآن الإمام الخطيب رحمه الله تعالى، أو ناسخ المصحف خطيب بن شاهين، نسخه على قراءة أبي عمرو البصري، كان لها تفضيل، وكان سبحان الله كان يصلى من حيث الانتشار والصلاة، كانت هي يعني أشبه برواية حفص عاصم في هذا الزمان. نعم أما من حيث الحلقات موجودة القراءات، ويعني الآن حتى الآن إحنا الآن نقرأ برواية حفص عاصم، لكن توجد يعني مصاحف مطبوعة في أواش عن نافع، في قالون، في شعبة، الدوري عن أبي عمرو موجودة يعني، لكن السواد الأعظم في تلك العصور المتقدمة يعني الشهرة الغالبية كانت لقراءة أبي عمرو البصري، نعم والله إذن أعلم. نعم، إذن الأمر يحتاج إلى رسم لخارطة القراءات على ما نعم يذكره أهل العلم في هذه المرحلة. يعني بعض العلماء يذكرون أن قراءة أحد الأئمة كانت مشتهرة في هذا الزمن، فربما الباحث يستطيع أن يعود للمصاحف المكتوبة في هذا الزمن وينظر فيها، ويستطيع أن يعني يرسم لنا خارطة لانتشار القراءات بالعودة للمصاحف المخطوطة أيضا على ما ذكره أيه. العلماء يعني في نصوص كتبهم. أيه. جزاك الله خير، هو هذا، جزاك الله خير. نعم طيب، نأخذ إن شاء الله أسئلة من الأخوة المشاركين الجمهور، إذا كان عندكم أسئلة دكتور أحمد بخصوص محاضراتي عن المصاحف القراءات المخطوطة وأهميتها في الدراسات القرآنية تفضلوا بذلك، مشكورين. دكتور مناف التميمي علق قال إنه سيصدر عن مركز الإمام الحسين عليه السلام لتلين المخطوطات ورعاية الباحثين الجزء الأول من فهارس مصاحف خزانة العتبة الحسينية المقدسة. يعني هذا خبر حول، إن شاء الله، نسأل الله عز وجل نعم التوفيق والتيسير، وأن نسأل ينفع معي. إن شاء الله بنا بهم الإسلام والمسلمين. إذا هذا سؤال أيضا، مسألة عندما هل يكتب الناسخ في أواخر هذه المصاحف يعني حسب اطلاعكم أنه يذكر القراءة التي ضبط عليها المصحف؟ أحيانا نعم يذكر، نعم يذكر ذلك، ويعني وقد ضبطت ذلك على قراءة أبي عمرو البصري، وجعلت يعني باقي فرش الحروف السبعة أو العشرة على باقي القراء، وأحيانا لا يذكر. لكن يعني الغالب مثلا الآن لما أرجع إلى يعني إلى بعض المصاحف هنا يذكر، طبعا هذا المصحف الذي نسخه محمد بن شاهين الخطيب، قال يعني ذكر أنه ضبطه على قراءة أبي عمرو البصري، وجعل فرش باقي الحروف جعل فرش باقي الحروف على يعني قراءة العشرة طبعا على الهامش، وهو طبعا هذا يدل على أنه بعد ابن الجزري، ويعني وفاته رحمه الله تعالى أشرت قبل قليل إلى تاريخ وفاته. بعض المصاحف هنا يعني مصحف الحلبي أيضا ضبطه، قال على كتاب أبي عمرو البصري،
بعض المصاحف الأخرى شوف هنا كان لها تفضيل في قراءة الإمام أبي عمرو البصري رحمه الله تعالى، كان لها تفضيل في العصور المتقدمة. ابن البواب رحمه الله تعالى خط ذلك على قراءة أبي عمرو البصري، كانوا الشاهد أنه كانوا يذكرون. نعم هنا ابن شاهين يقول قد يعني ذكر في خاتمة يعني نعم المصحف أنه ضبطه بقراءة أبي عمرو البصري وفي الهامش باقي القراءات العشر من طريق الطيبة، كانوا يذكرون الطيبة مثلا الطرق التي ينسخون فيها. كتاب مصحف الحلبي، مصحف محمد الحلبي، هذا هو المصحف، ذكر أنه يعني من طريق العنوان، شوف يقول على رواية الدوري عن أبي عمرو وفرشة القراءات السبع على هامشه، وذكر طبعا، وهذا طبعا المصحف قد حقق في جامعة تكريت طرح نعم الدكتوراه على ما أظن الله أعلم، أو جامعة الأنبار، كان من طريق العنوان، كتاب العنوان، نعم الإعلان أو العنوان على ما أذكر الله أعلم، كانوا يذكرون أحيانا من كتاب التيسير، مصحف يعني فاتني أن أضع صورة لمصحف مصحف القراءات السبع في عمان، طبعا المصحف العماني في القراءات السبع الذي خطه رحمه الله تعالى عبد الله بن بشير الحضرمي الصحاري. هذا المصحف عجيب، يعني اعتمد على كتاب طبعا التيسير لأبي عمرو الداني، وجعل طبعا برواية حفصا عاصم، وجعل على هامشه القراءات السبع. هذا المصحف يعني علم التناظر، يعني فاتني أن أشير إلى علم التناظر الذي يسميه بعض المشايخ الباحثين المتخصصين علم التناظر في المصحف. مثلا يعني حول المصحف على يعني على الصفحة الواحدة على 15 سطرا، فمثلا إذا بدأ السطر الأول بحرف الألف، السطر الأول من الأسفل يبدأ بالحرف الألف، الثاني إذا حرف التاء الثاني بالتاء، الثالث إذا بحرف الجيم الثالث بالجيم، وهكذا إذا وصل إلى الثامن بالنون يقابله الثامن بالنون بالصفحة، وهكذا في كل المصحف. عجيب حتى في مصاحف المطبوعة وبهذه الإمكانيات، يمكن يعني قلما يستحيل، سبحان الله العظيم. وقال في خاتمة هذا المصحف، قال بيتين من الشعر، قال: وما من كاتب إلا ستبقى كتابته، وإن بليت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، رحمه الله تعالى. إذن شكرا جزيلا. هناك سؤال حول إحصاء عدد مخطوطات المصاحف، يعني كم تبلغ عدد هذه المخطوطات إذا وصلنا للقرن العاشر الهجري؟ يعني أعتقد عدد كبير جدا، لكن هل وقفتم على إحصاء لعدد هذه والله المصاحف؟ أنا دعوت دعوة يعني نعم لعادة الفهرسة، كثير من مصاحف المخطوطات موجودة في خزانات الكتب، ويعني كثير منها قد يكون في مصاحف للقراءات، لكن لم يذكر مفهرسوها أنها مصاحف للقراءات. نعم ولذلك أنا لما جمعت يعني حاولت جاهدا، جمعت حوالي تقريبا يعني 34 مصحف مخطوط، بين منقوط نقاط الإعرابي وبين نقاط الإعجام، وبين يعني قراءة واحدة وقراءة سبع وقراءة العشر. نعم كثير من المصاحف خاصة المتقدمة، يعني لطالما أشار إليها العلماء رحمه الله تعالى كالإمام الداني، يدل ذلك على أنها يعني فيها ظواهر، وهذه الظواهر حقيقة لا بد من يعني من النظر وإعادة تيسير، كذلك حقيقة لا بد من تيسير أمر النظر في هذه المصاحف من قبل المتخصصين والباحثين، وعدم تعقيد. يعني أنا أذكر في بعض الـ يعني المكتبات
يعني لا أذكر أين هذه، أي مكتبة هذه، لسنة كاملة أحاول لسنة كاملة أحاول الحصول على يعني بمقابل على مصحف مخطوط يعني إلكترونيا. سنة كاملة لم يعني لم يتيسر أمر، سبحان الله، أمر هذا المصحف. حقيقة تيسير الباحثين المتخصصين للدراسات خدمة لكتاب الله عز وجل، وإن كان طبعا هذا يعني على الأقراص السي دي، أو يعني الآن متاحة ما شاء الله الإنترنت ببلاش، هو ينزل لنا وهو يحمل لنا يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. شكرا لكم دكتور أحمد، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الشيقة اليوم حول مصاحف حياكم الله. القراءات وأهميتها في الدراسات القرآنية. إذا إذا كان هناك سؤال أخير نختم به. نعم، مسألة، ربما مسألة الفهرسة، أختم بهذه مسألة الفهرسة، فهرسة المصاحف تحدث عنها يعني مؤخرا دكتور بشير الحميري، حيث دعا الباحثين إلى وضع فهرس خاص لفهرسة المصاحف. يعني لا يكفي اليوم أنك تفتح فهرس فتجد يعني صح الذي وضع الفهرس يذكر لك معلومة مثل أن مصحف قديم بالخط الكوفي ويكتفي بذلك. يعني نعم يجب أن تكون هناك فهرسة وصفية حتى نستطيع نحن كباحثين الاستفادة من هذه المصاحف. إنه هو الفهرس هو المكان الذي تبدأ به لتعرف ما في هذه المكتبة من مصاحف مثلا، قبل أن يعني هي بداية بحثك تكون من الفهرس. يجب أن الفهرس يعطي على الأقل المعلومات الأولية لك كباحث حتى تعرف ما يعني، إذا كان هذا مصحف بالقراءات تذكر ذلك، إذا كان هذا مصحف فيه تواريخ نسخ تذكر ذلك، إذا فيه يعني أشياء تذكرها لأنها بداية ستفيدك. الأخلاق. نعم، نعم، هذه قضية بارك مهمة، الله فيك. نشكركم على إثارتها. ونذكر الأخوة الكرام أن هذه المحاضرات هي جزء من مبادرة مخطوطة القرآن الكريم، وهذه المبادرة يعني تهتم بعرض هذه المحاضرات للمشتغلين على الوثائق القرآنية والإسلامية المبكرة. ويمكنكم لمن أراد إن شاء الله أن يشارك معنا، هناك استمارة خاصة يمكن ملء هذه الاستمارة، ونتواصل إن شاء الله معكم بهذا الخصوص. وأذكر كذلك أن جميع هذه المحاضرات ترفع على قناة المبادرة على يوتيوب بعد انتهاء البث، يمكنكم أيضا مراجعتها على الصفحة، كذلك تظل موجودة على الصفحة. ويمكن أيضا التواصل مع دكتور أحمد على حسابي أيضا في الفيسبوك لأي أسئلة بهذا الخصوص، فهو ما شاء الله يعني متخصص في مجال هذه مصاحف القراءات. ربما أختم بسؤال، هل كتابكم سيطبع يعني إن شاء الله قريبا؟ يعني هل هناك نية لطبعه؟ مصاحف القراءات راحة الدكتوراه. إن شاء الله بإذن الله عز وجل، لكن حقيقة أنا يعني في النية أجمع أكثر عدد من نعم، المصاحف، ويعني حتى يكون الوصف أكثر دقة، خاصة مصاحف المغرب. يعني مصاحف المغرب أنا يعني حاولت جاهدا، قالوا يعني المتاح يعني المصاحف المتأخرة، لكني يعني حاولت، بما أن الإمام الداني رحمه الله تعالى هو مغربي وقد أشار إلى يعني تلك الظواهر، ف يعني ومن خلالكم شيخي وأستاذي وأخي الدكتور أحمد، أي يعني أي أحد أي شخص أو أي متفضل أن يعني عنده فد صورة ل يعني مصاحف، أو يدلني على ذلك خدمة لكتاب الله عز وجل كي أطابقه حتى يعني تخرج الدراسة الوصفية الدقيقة. هي مصاحف القراءات دراسة تاريخية وصفية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن نعم، إذن إن شاء الله بإصدارها نضع قريبا. إيميل الدكتور أحمد لمن يعني يريد أن يتواصل معه ويفيده في مسألة المصاحف القراءات، بحيث يعني يستطيع أن يضيف هذا المصحف أو يعطيه رابطة للتحميل حتى يضيفه إلى دراسته إن شاء الله. جزاك الله خير. وشكرا جزيلا لكم، ونلقاكم إن شاء الله في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى، والسلام بارك الله عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.